أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. مرة أخرى الأرض تهتز تحت أقدام الريفيين. أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية قبل قليل بلغت قوتها 3.8 درجات على سلم ريشتر اليوم الجمعة برأس المظلات الثلاث ببحر البوران على مستوى مدينة الناظور. وكشفت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذارات الزلزالية التابعة للمعهد أن هذه الهزة التي حدد مركزها في 36 كيلومتر عن رأس المظلات الثلاثة ببحر البوران عرض ساحل الناظور وقعت في حدود الساعة 1:14 و25 ثانية بعد الظهر.